نشاهد يعني هذه التعابير تستمر لكن بأقل خفة. لماذا؟ لأن الأغنية يعني الأغنية نتاع الراي تواكبت مع التطور نتاع المجتمع الذي انتقل من فضاء ريفي إلى فضاء أكثر انفتاح مثلا على المدينة، لكن المدينة اللي جات بقيم أكثرها نتاع الاستهلاك، إذا وين تحولت المرأة أيضا من الممنوع من المسكوت عنه إلى ميدان السلعة، يعني إلى ميدان سلعة اجتماعية أيضا تستهلك. وربي وكيلهم وهال اللاغ، وربي وكيلهم وهال اللاغ، وما عندي زهر معاك. نبغي ربي يخلص وعيني تشوف وهال اللاغ، وعيني تشوف وهال اللاغ، وما عندي زهر معاك. عرف المجتمع الجزائري هزات في داخله طبعت سلوك إنسانه ووجهته في التعبير عن واقعه ومستقبله. ويظهر جليا هنا ذلك التأثير العنيف في كيفية التعبير عن العاطفة. نبغيك عمري جتام توجورا، انتي انتي موصي الامورا، والله من الموت ماني خايف كيما خايف فراقي كنجور. محنة هبل يا ريت بكل جبل يا ناوي انا الكاتبة أحلام مستغنمي تفسر هذا العجز العاطفي بالطبع الجاد والصارم للجزائري الذي ابتكر لنفسه لغة جادة على قياس مزاجه. وتتمنى الكاتبة أن نستمع لبعض أغاني الراي عسانا نعتبر كتلك الأغنية الرائعة للشمامي والتي يقول مطلعها أدوها عليا للبوليسية، والتي يطالب فيها أن يأخذ عنه حبيبته إلى البوليس. لما عمت الفوضى في المجتمع وغلت الشوارع وألقت الأزمة بحممها، هنا قرر الشباب التواق إلى السلم أن يذهب إلى الحب حيث يوجد، فوجده عند الشاب حسني الذي انفلت عن الكوكب واقترب من المرأة بلطف وحجز لها مكانة خاصة في أغانيه، واختزل حبه في امرأة واحدة مهما فاضت الأرض بالنساء. Yeah.
كان على خالد أيضا أن ينتقل إلى عاصمة باردة مثل باريس. سين بافيل ما يبلو 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 لاني ويكتشف دفء المرأة ويهادنها في عائشة بختة وأغاني أخرى. نيمار قلبي اللي بغاك أدوليد أنا جيت أنا جيت أدوليد أدوليد أنا جيت شو نيمار جبت هبرية وما جاني خبار أدوليد 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 أنا جيت أنا جيت أنا جيت شو نيمار. خالد يطلب من المرأة أن تستمع إليه لأنه سيهديها أجمل الحلي ويعزف لها موسيقى السماء ويعترف لها في النهاية بحبه بكل هدوء. زميل حميد العياشي، لو تشوف الروبورتاج اللي شفناه الان للزميل بوعلا مزياني كان قد اثار نقطتين هامتين. النقطه الاولى هي وصف المراه باوصاف معينه، النقطه الثانيه هي التعبير عن العاطفه بعنف. يعني في رايك كيفاش تقدر تفسر هذه النقطتين او هذه الظاهره؟ المجتمع التقليدي والمجتمع الذكوري وين يجرد المراه من الاسم نتاعها، يقول مثلا ما يذكرش حتى اسمها، ما كانش الاسم مثلا نتاعها. وهذا واش يعبر؟ يعبر عن العلاقات غير المتوازيه في مجتمع يعيش قهر مزدوج. اولا قهر اللي كان في الفتره هذا قهر كولونيالي، وايضا يتحول او اعاده انتاج ذلك القهر من طرف الرجل على المراه. فالراي عبر بصوره ربما عفويه وبصورة خام على الوضعية السيئة للمرأة. ربما هذا الشيء اللي خلى، ربما أنا على حسب ظني، لما خالد يروح لأوروبا يعبر على المرأة، يعبر عن حب المرأة وينادي لها باسمها عيشة بختة. وش رأيك؟ هنا بالنسبة لخالد، أولا الفضاء تغير، خطر إذا نشوفوا أهم الفضاءات، أهم الفضاءات نتاع الرأي واش كانت؟ كانت إما الطحطحة لبلاس بيبليك، او كان العنف، او كان العرس اللي كانت تميزه ايضا علاقات عنف يعني في ليله الدخله او غير ذلك. ثم ايضا الفضاء اللي هو يعني ترييف المدينه، يعني المدينه اللي نشات في ظل هيمنه نتاع هجره داخليه. فهنا نشاهد الانعكاسات حتى على مستوى الخطاب للديسكور اللي عبرت عليه الاغنيه. اذا لاحظنا مثلا الان في الخطاب الجديد خارج، يعني الان كنتكلم على فرنسا، هناك ايضا فضاء اخر وفضاء عنده اطر اخرى، وتلك الاطر لتنعكس جدليا على ذلك الخطاب، وين يولي الحديث يعني خالي من العنف الظاهري. ربما يقدر يكون عنف داخلي، لكن العنف الظاهري يبقى مختفي او متواري. وعلى هذا نشاهد مثلا خالد كيتكلم عن مثلا عائشه لتجمع بين نظرتين، نظرة المهاجر اللي يعيش في انوثر سباس يعني في فضاء اخر، وايضا اذا شاهدنا مثلا ما الكاتب مثل الكلمات لمنتوج يعني المجتمع الغربي اللي ياخذ عناوين ربما جديده. لكن ايضا وين ما نقدش نقول ان كل وضعيه المراه مثاليه الى درجه كبيره، وانما تتحول ربما هي ايضا داخل المجتمع مثل الغربي الى سلعه، لكن سلعة مثل مستثرة، والعنف ما يكونش مثل ظاهر.